السلام عليكم. يقال أن سر نجاح العمل هو ترتيب الأولويات. مزيان نعتمد هذا المبدأ في علاقاتنا الاجتماعية والإنسانية. في حياتنا بزاف الناس كياخذوا منا الوقت فوق الكافي للأسف، ولكن اللي ما كنتبهوش ليه هو أن عائلاتنا وأسرنا وأطفالنا هم الأولى في حياتنا. قد نستهلك أنفسنا، صحتنا النفسية والجسدية مع ناس بعاد علينا أو في الترتيب الاجتماعي هم علاقات عابرة، ولكن أمام أسرنا وفي أماكننا الطبيعية كنلقاو راسنا متعبين جسديا ونفسيا. واحد الأم كتحكي لي أنها في العمل ديالها كتلقى راسها فرحانة وكتبتسم للجميع وكتعطي الخاطر للجميع، مجرد دخولها لأسرتها كتلقى راسها متعبة وغير كتغوت. ماشي عيب أننا نكون إيجابيين في أماكن العمل وفي أماكن أخرى، ولكن مزيان تعاملوا مع الأماكن والعلاقات الاجتماعية بمقدار، كل بمقداره. مزيان نخدموا في الأذهان ديالنا على ترتيب أولوياتنا في العلاقات الاجتماعية، من الأحق؟ الأقرب فالأقرب. كلما اشتغلنا على هذه المسألة كلما ستنعكس بالإيجاب على سلوكياتنا. خلاصة القول، اعطيوا الوقت الهام والجيد لأطفالكم ولأسركم، هم الأحق به. تبارك الله عليكم.